من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض إلى الاعتداء الجنسي من طرف صاحب خوه في أعالي الشريعة. تصدمت مع مصر وش ندير؟ عدت فيه الثقة بس خاين الدار هذا خاتش عليك كنت نحبه كي وليدي الكبير يعني قوم لوط لي ربي دمر البلد كله على جالهم أطولوا عامين حب العجيب في هذه القضية وهذا رأيي الشخصي لا يلزم القناة ولا يلزم أي جهة أخرى كيفاش اعتداء على شخص مريض ونزيد نعطيك الظروف المخففة قالوا اسكت ولا نذبحك ودلوا اسكت شوفهمو اسكت طحني وديك تقوش لا ولا قوة إلا بالله أنا شعرف ولدي ما نبيعوش أنا حق ندي على يد القانون أنا معاك أنيس ماكش وحدك الشعب ومعه الشعب ومعه الشعب ومعه يا ربي يا ربي يا ربي مصرية كانت تعرفت على جزائري في مصر باعت كل ممتلكاتها وجات استقرت هنا في الجزائر لكن في الأخير رماها للشارع رفقة ولادها ربعة والله العظيم يا شيخنا مش فلوس أنا حبيته يا شيخنا أنا بعت أهلي عشانه عيب وعاوش وقعت بهدلة كبيرة بهدلنا هذا الرجل لا ضربني وخرجني برا وخرجني عريانة أمر صعيب لأنه الجزائريين شعب مضياف في الجزائر الجزائر خرجت فيها لما بكون مضروبة وبطرودة وعند البوليس ولا المحكمة يعني أنت جيتي تعيشي ولا تجمعي في الملفات هو كان ما بيبصش حتى فيا كان بيبص كده في الارض ويعني انسان عنده الحشمه الاخت هذيك المرحله كان يصيد ايه ما كان صيد يصيد كل ما يقليهاش في المقلب يبقى بابا بسمر رجلي لا قرن انا خلاص كرهت انا عايزه اعيش زي الناس انا مش عايشه انا ميته برنامج ما وراء الجدران تشاهدونه سهره الاربعاء على الساعه 10:50